فخر لي يا ولد من عيون المكلة أنا أهدي السلام جيتم يا العوالق لبسوني وسام ديار الأصالة والشرف والكرم يا عرين الأماجد يا حمى المحترم يا بها المجد والتاريخ وعلى مقام يا العوالق لبسوني وسام يا بها المجد والتاريخ وعلى مقام يا العوالق لبسوني وسام قبيلة العوالق الأرض والإنسان والتاريخ. تقع منطقة العوالق في الجمهورية اليمنية في محافظتي شبوة وابين، وتعد من أكبر المساحات في المنطقة الغربية الجنوبية، حيث تمتد 100 ميل شرقا ومثلها شمالا، وتبدأ من أطراف بيحان شمالا إلى ساحل البحر العربي جنوبا في حصن بلعيد، وتشتهر بسلسلة جبال كور العوالق التي يزيد ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 2300 مترا. وكانت منطقة العوالق ملتقى الطرق والقوافل التجارية منذ فجر التاريخ، وتتحكم في شبكة الطرق في جنوب غرب الجزيرة العربية بحكم موقعها الجغرافي بين حضرموت والمناطق الغربية والشمالية. وقد أقام ملوك معين في إشبم أول حصن حربي لحماية القوافل التي تحمل عروض التجارة إلى البحر الأبيض المتوسط ومن ثم إلى أوروبا منذ العام 1300 قبل الميلاد. ومنطقة العوالق تاريخيا هي مهد اليزنيين وموطن حضارتهم، وقد تم العثور على العديد من آثارهم في أودية المشرق، وهي ذرع، عبدان، مرخة، خورة، يشبم، مذاب. وقد شهدت تلك الأودية موجات من الصراعات والحروب الطاحنة بين الممالك اليمنية القديمة. وعند دخول الإسلام إلى اليمن خرج من سهول وأودية وجبال العوالق مئات الفرسان والمشاة، وشاركوا في الجهاد والفتوحات الإسلامية، واستقر العديد منهم في حمص بالشام وصعيد مصر والمغرب العربي، وعرفوا باليزنيين. وفي عصر الدولة العباسية شارك العوالق مع حضرموت في الثورة ضد الحكم العباسي للمظالم الكبيرة التي ارتكبها عمل اليمن في حقهم، بحكم أن منطقة العوالق تاريخيا جزء لا يتجزأ من حضرموت الكبرى، وقاموا بقتله في عهد أبي جعفر المنصور عام 140 هجرية، وهو ابن عم القائد معن بن زايد الشيباني الذي انتقم لمقتله. فقام بقتل أكثر من 15,000 من حضرموت وما جاورها، وتمكن الثوار من ملاحقة معن بن زايد في خراسان وقتله. العوالق، النسب والتاريخ. أجمع المؤرخون في منطقة العوالق على نسب العوالق، وقد ذكرهم العلامة شكير الزبيدي فقال:
إن نسبهم يرجع إلى الملك سيف بن يزن الحميري. ودون ذلك العديد من كتاب التاريخ، ومنهم القاضي الشيخ أحمد محمد بو نجمة بانافع، الذي ورث من أجداده وثائق تاريخية حول ذلك، ومنها صفحات من كتاب الضياء الشارق في نسب العوالق الذي ذكره شكيل الزبيدي عام 1042 هجرية. وأرسل الكتاب إلى الجمعدار عبد الله بن علي العولقي لطباعته في حيدرآباد بالهند. وذكر المؤرخون أن ذلك الكتاب احترق في كبرى مطابع حيدرآباد مع العديد من الكتب التاريخية الهامة، وبذلك فقدت المنطقة جزءا مهما من تاريخها. وينتسب العوالق إلى عولق الحميري، وهو أول من سكن بوادي الحنك. وعندما كثرت الاضطرابات في الولايات البعيدة ومنها اليمن، أرسل الخليفة المأمون ابن هارون الرشيد القائد محمد ابن زياد من خراسان ومعه 1000 فارس عام 206 هجرية، وملك اليمن بأسره ونجران والحجاز. واتخذ ابن زياد من بني معن العوالق نوابا له. وبعد وفاته عام 245 هجرية خلفه ابنه إبراهيم بن محمد، ثم خرج عليه أسعد بن يعفر الحوالي، ولكنها عادت إلى بني زياد عام 371 هجرية حتى 402 هجرية. وعندما انقرض نسل بن زياد استولى بنو معن على عدن وأبين وحضرموت والشحر. وبعد تغلب أبو الحسن الصليحي على اليمن أبقى بني معن نوابا عنه، فلما استولى بنو معن على عدن أخرجهم منها المكرم علي بن محمد الصليحي عام 456 هجرية، وأسسوا سلطنة العوالق في إشبم واتخذوها عاصمة لهم. وقد شهدت منطقة العوالق العديد من الحروب والنزاعات مع سلطنات الجنوب الأخرى، وخاصة سلطنات الكثير والواحد والفضل ولحج. وعندما قويت شوكة الشيخ علي بن أحمد جد قبائل معن ونزل إلى القرى، قام الشيخ عبيد بن عبد الملك بانافع منصب العوالق ومرشدها الروحي بنصح سلاطين العوالق الدولة بالخروج من منطقة وادي يشبم تفاديا للصراعات والاقتتال بينهم وبين قبائل معن. وبالفعل خرج دولة العوالق إلى ذرى، وتوسعت السلطنة في المنطقة حتى شملت منطقة المحاجر بأسرها، وجدهم السلطان صالح بن منصر العولقي. ثم تأسست بعد ذلك سلطنة العوالق السفلى وعاصمتها أحور، وسلاطينها من دولة العوالق وجدهم السلطان ناصر بن منصر. كما توسع العوالق في منطقة مرخة وأسسوا سلطنتهم وجدهم هو سلطان طالب بن منصر. ورغم تمدد العوالق وانتشارهم في تلك المناطق، إلا أن كلمتهم بقيت موحدة ومهابة الجانب من سائر جيرانهم. ونستطيع القول أن العوالق هم 3 قبائل رئيسية، وهي معن، المحاجر، باكازم. ويرجع نسبهم جميعا إلى جدهم عولق الحميري، إلا أن بعض القبائل دخلت في حلفهم وأصبحوا منهم. وتتفرع قبائل العوالق الكبرى اليوم إلى حوالي 60 قبيلة أصلا وحلفا. وقد تعرضت منطقة العوالق العليا إلى عبور جيوش الدولة القاسمية في اليمن أثناء الحملة على حضرموت عام 1065 هجرية،
الموافق 1651 ميلادية في عهد المتوكل إسماعيل، إلا أن ذلك لم يدم طويلا، إذ سرعان ما قامت الثورة عليه في الجنوب وأعلنت الولايات الجنوبية عن استقلالها وسابق عهدها، ومنها سلطنة العوالق العليا عام 1092 هجرية. ولقسوة الحياة وشظف العيش وصعوبة التضاريس الطبيعية والمناخية، فقد جعلت من قبائل العوالق محاربين أشداء، حيث تمكنوا من مد نفوذهم القبلي على المناطق المجاورة لهم، ومن خلال قوتهم وضعف جيرانهم فرضوا عليهم العادة السنوية بحكم الحق التاريخي لأجدادهم الذين حكموا تلك المناطق إبان دولة بني معن. وقد ألغيت تلك الحقوق بضغط بريطاني في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي على يد الشيخ رويس بن فريد العولقي، حتى تم التنازل عنها نهائيا. كما قامت قبائل معن عام 1897 ميلادية في عهد الشيخ مرصاص بن فريد بإعادة السلطان محسن بن صالح الواحدي إلى الحكم، بعد أن لجأ إليهم ومكث في الصعيد 4 أشهر، عندما قام بخلعه وطرده من حبان قبائل سعد والقموش ورعاياهم. ثم قامت قبائل معن بإعادته إلى الحكم، وبعد سنوات استفحل ظلم السلطان محسن ضد رعاياه وقبائله بعد عودته إلى الحكم. ثم استنجدت قبائل الواحد والرعايا بالشيخ محسن بن فريد شيخ العوالق العليا، واستجاب لنجدتهم عام 1905، وقام بحرب ضروس على السلطان الواحد حتى أخرجه من حبان، وبقي في عزان حتى وفاته. ثم قام الشيخ محسن بن فريد بنشر حامية من قبائل معن بالتناوب فيما بينهم، ومكثوا في حبان 25 عاما. وقد ذكر المؤرخ اليمني عبد الله بن أحمد الثور العوالق، فقال في كتابه الجنوب اليمني ما يلي: وقد اشتهر أبناء العوالق بشجاعتهم النادرة وبابتعادهم عن أعمال النهب والتعدي، وهم من هذا القبيل خير القبائل المحميات، ويعمل الكثير من خيرة شبابهم في جيش نظام حيدر أباد بالهند والأئمة والأتراك وآل كثير. كما ذكرهم المؤرخ اللبناني أمين الريحاني في كتابه ملوك العرب، فقال: تنقسم العوالق إلى العوالق العليا والعوالق السفلى. أما العوالق العليا فيحكم قسما منها السلطان صالح بن عبد الله العولقي ومركزه نصاب، ويحكم قسما آخر شيخ، يقصد الشيخ محسن بن فريد، يعادل بل يفوق السلطان قوة ونفوذا، ومركزه يشكم. الإمارات العولقية تشكلت الملامح السياسية للإمارات العولقية على النحو التالي: سلطنة العوالق العليا وعاصمتها نصاب، وكان يحكمها الدولة العوض بن عبد الله وقبائل المحاجر، وآخر سلاطينهم هو السلطان عوض بن صالح بن عبد الله حتى عام 1967 ميلادية.
مشيخة العوالق العليا وعاصمتها الصعيد، وكان يحكمها آل فريد بن ناصر شيوخ العوالق العليا وقبائل معن، وآخر أمرائها هو الأمير عبد الله بن محسن بن فريد حتى عام 1967 ميلادية. سلطنة العوالق السفلى وعاصمتها أحور، وكان يحكمها الدولة آل علي بن ناصر، وآخر سلاطينها السلطان ناصر بن عيدروس بن علي حتى عام 1967 ميلادية. وقد اشتهرت قبائل العوالق بالفروسية والغزوات الحربية، حيث كانت تخرج من أودية ذرى وعبدان أفضل سلالات الخيول العربية وأشجع الفرسان. وقد قال فيهم أحد الشعراء: شدت خيول العوالق ليتني عولقي، بل قد صميلي وباروح مع الأول. وفي العرف القبلي وتقاليد الحروب العولقية، تعتبر قبائل معن هي الذراع الحديدية للعوالق، ولها التقدمة والمكبرة، ولها اليوم الأول في السلم والحرب. الشرائح الاجتماعية في منطقة العوالق: يتميز المجتمع العولقي بتنوع شرائحه الاجتماعية المختلفة، وتشكل تجانسا فريدا من نوعه، مثل السادة آل علوي بن علي وآل الحداد وآل المحضار وآل المشهور وغيرهم، ويحظون بمكانة رفيعة واحترام بالغين في منطقة العوالق بأسرها، ويعتبرون المرجع الديني في القضاء والإصلاح بين القبائل. كما يتسنم المشايخ آل بانافع مركز المنصبة في العوالق كافة، وهناك العديد من الأسر من رجال الدين مثل آل السليماني وآل باعزب آل الشقاع وغيرهم. كما يتواجد في العوالق الصناع والصاغة والحرفيون والتجار والفلاحون وغيرهم من المبدعين في مختلف النشاطات الاقتصادية. العوالق وتأسيس الجيش والأمن:
عندما تأسس جيش محمية عدن الليوي عام 1928 التحق المئات من أبناء العوالق بجيش الليوي والحرس الاتحادي والحرس القبلي منذ الثلاثينيات وحتى الستينيات من القرن الماضي، حتى أصبحوا يشكلون ما نسبته 55% من تلك القوات. وقد اشتهر العديد من قادة العوالق العسكريين، منهم إسلم بن رويس بن فريد الذي التحق بجيش الليوي واتخذ العقيد ليك البريطاني من جنبيته شعارا للجيش كأول قائد عربي، وكان معفيا من اللباس العسكري. محسن بن علوي بن فريد، مبارك السحم الطوسري العولقي، علي سالم حصامه العولقي، عبد ربه بن رويس بن فريد العولقي. وقد ذكر هاملتون الذي أسس الحرس الوطني شبرد أو ما عرف لاحقا بالحرس الاتحادي خمسة من الضباط في كتابه الطريق الوعر، فقال إنهم أوفى وأشجع من رأى في حياته، وهم ثابت قاسم القطيبي، مبارك السحم الطوسري العولقي، عبد ربه بن رويس بن فريد العولقي، علي محمد الصومالي، أحمد صالح مقطري. وقد قال الكولونيل البريطاني هارولد جيكب إن الجندي العربي إنسان ظريف، يغني وهو يعمل، يحب المزاح، هو رفيق مرح، لقد وجدته أمينا صادقا حريصا على لا يخلف وعده. إنه ابن الجبال هذا بشعره الطويل والملابس القصيرة المصبوغة بالنيل، سرعان ما يتحول إلى جندي مثالي، وهو دائم الانتباه ومن أرومة طيبة، فيتبختر في مشيته مباهيا بجنديته. وإن حبه المطاردة وخفة حركته التي اكتسبها فوق جباله التي ترتع فيها الوعول تسرع بتحويله إلى عسكري. ومن أشهر القادة العسكريين العوالق الزعيم ناصر بريك العولقي، العقيد أحمد محمد بن موقع، العقيد فضل بن عبد الله بن فريد مدير الأمن العام، العقيد عبد الله صالح سبعة مدير الأمن العام، المقدم أحمد صالح بن الأحمر، المقدم عبد الله علي مجور، والمئات من الضباط والمجندين في مختلف المجالات العسكرية. في الجانب الآخر، عارض قسم من أبناء العوالق الوجود البريطاني في الجنوب، فاندلعت عدة انتفاضات قبلية خلال الأعوام 1934 ميلادية، 1936، 1952، 1954، 1956، 1959، 1961. وتزعم تلك الانتفاضات الشيخ مديب بن صالح بن فريد وآل أبو بكر بن فريد والشيخ فريد بن محمد الصريمة والشيخ محمد بن عجرومة وقسم من آل علي وآل سليمان والطواسل والسادة آل الجفري والمشايخ آل باعزب وآل شمعة وآل منصور وآل شمس الربيز وآل ديان. كما امتنع أمراء العوالق وهم الشيخ محسن بن فريد والسلطان عوض بن صالح من المشاركة في حملة الإنجليز على شبوة ضد الشيخ القردعي عام 1938 ميلادية،
وقد كان العوالق يشكلون ثقلا كبيرا في جنوب غرب الجزيرة العربية، فقد كانوا الأكثر عددا وعدة، وهم لا يستخدمون قوتهم للبطش بل للردع، حيث كان ميزان القوى القبلية في القرنين 18 و19 وأوائل القرن 20 يميل لصالحهم. وقد لعب الشعراء العوالق دورا هاما في استنهاض قبائل العوالق لردع القبائل التي تقطع الطرق وتقتل المسافرين وتنهب القوافل وتعتدي على الآمنين. ومن أشهر الشعراء العوالق ناصر أحمد بن لزنم، أحمد محمد بن سعد، مديد بن صالح بن فريد، أحمد بن صالح بن فريد، فريد بن محمد الصريمة، علي بن ناصر البعسي، ناصر بن سالم الداحمة. وكان العوالق يفقدون أفضل فرسانهم في تلك الحروب، ولكن انتصاراتهم كانت ترضي طموحاتهم الجموحة التي فاخرون بها على الدوام. وتربط قبائل العوالق علاقات حسن الجوار والتاريخ المشترك مع سائر القبائل اليمنية. في عام 1958 ميلادية كانت مشيخة العوالق العليا من الإمارات الست المؤسسة لاتحاد الجنوب العربي، وكان لكل من الأمير عبد الله بن محسن بن فريد ونائبه الشيخ فريد بن محسن وابنه ووزير الخارجية الاتحادية الشيخ محمد فريد العولقي، كان لهم السبق مع إمارات بيحان والعواذل والضالع ويافع السفلى والفضلي. كان لهم ولقادة تلك الإمارات السبق في وضع أول بصمة تاريخية في بناء وحدة الجنوب العربي، وكانت أول محاولة لتوحيد سلطنات وإمارات الجنوب العربي في العصر الحديث وضمن حكومة مركزية عاصمتها عدن. I sincerely hope this will never happen, and I think that when they see that we are serious about implementing the United Nations resolutions, and when they see that all the states in Saudi Arabia, those inside the Federation and those outside the Federation, are sitting round and trying to implement the United Nations resolutions, I hope they will come and join. I think that any group that refuses to accept the United Nations resolution, that refuses to go to the people for election on the basis of adult universal suffrage as required by the United Nations resolution, have not got the interest. وكان لحكومة الاتحاد الفضل في إزالة الجمارك وترسيخ الأمن وتوفير الرعاية الصحية وشق الطرقات، كما يعود لها الفضل في وضع أسس توحيد الجنوب العربي. وكانت بحق تجربة وحدوية ديمقراطية واقعية ورائدة وناجحة أنهت التمزق السائد في أرض الجنوب.
العوالق والثورة اليمنية في الشمال. أبى أبناء العوالق لمساندة ثورة 26 سبتمبر عام 1962 ميلادية، والتي أسقطت الإمامة في اليمن، وقد شاركوا في جبهات القتال في الحرب الأهلية اليمنية، وسقط العشرات من أبناء العوالق في تلك المعارك، ومنهم على سبيل المثال إلى الحصر سالم يسلم الهارش، ناصر سالم الطهبوش، صالح أبو بكر العسكري، أحمد هباش الديولي، عبد الله علي الباني، وغيرهم العشرات من أبناء العوالق من قبيلة باكازم، وفاء لوحدة الأرض والإنسان اليمني. العوالق والحكم الشمولي في عدن. كانت قبائل العوالق من أشد القبائل المعارضة في الجنوب للحكم الشمولي بقيادة الجبهة القومية، حيث قدم أكثر من 18 ضابطا في الجيش استقالاتهم عشية الاستقلال عام 1967 احتجاجا على استبعاد الأحزاب الوطنية من المشاركة في الحكم. وفي رأي الكثير من المؤرخين، كانت استقالة ذلك العدد من الضباط العوالق خطأ استراتيجيا، حيث كان العوالق يمثلون غالبية في الجيش والأمن. ونتيجة لذلك الفراغ، كشر الضباط والقيادات اليسارية عن أنيابهم بالمؤتمر الرابع للجبهة القومية في زنجبار، الذي عقد في مارس 1968 ميلادية. وتنبه كبار قادة الجيش لقراراته، وأعلنوا حركة 20 مارس 1968 بقيادة العقيد عبد الله صالح سبعة العولقي، والعقيد حسين عثمان عشال، ومعهم نخبة من قادة الجيش والأمن، وزجوا بالقيادات اليسارية للجبهة القومية في السجون. إلا أن التردد والانقسام في بنية الجيش والأمن مكن الماركسيين من دق إسفين العداء والخلافات في مؤسستي الجيش والأمن، وتنبه العوالق لذلك، وطالبوا صبيحة 22 يوليو 1968 بتحقيق الوحدة الوطنية في الجنوب، وقدموا مشروعهم السياسي لحكومة الجبهة القومية المنفردة بالسلطة، ورفضت مشروعهم جملة وتفصيلا، وبدأت أعمال التصفيات والاغتيالات للضباط العوالق من قبل النظام، وأطلقوا على منطقة العوالق الثورة المضادة. تشفع لهم سنوات النضال ضد الاستعمار البريطاني في جبال كور العوالق وحطيب، والعوالق السفلى في الحق والمطالبة بالوحدة الوطنية، حيث قام حكام عدن بشن حملة عسكرية على منطقة العوالق عام 1968، وقتل أكثر من 35 شهيدا من رجال العوالق العليا في معركة السوداء الشهيرة.
وكان على رأسهم الشهيد الشيخ حسين بن عشيم التوصلي والشهيد حيمد بن صريب الربيزي. ودفع النظام الشمولي في عدن بأكثر من 10,000 جندي إلى منطقة العوالق لقمع حركة الوحدة الوطنية، إلا أن حالات القمع المتتالية فشلت في قمع الثورة، واستمرت المقاومة في كور العوالق من يوليو 1968 حتى سبتمبر 1969 ميلادي. وشارك في قيادتها وتمويلها رابطة الجنوب العربي وجبهة التحرير والضباط ورجال القبائل، مما أدى إلى قيام النظام الشمولي في عدن بتصعيد حملات القمع، وقام بهدم المنازل وطرد العائلات من البلاد انتقاما من الثوار. وتكبد الجيش خسائر فادحة، مما أدى إلى سقوط حكومة الرئيس قحطان الشعبي، وتمكن الشيوعيون من الاستيلاء على السلطة في عدن بقيادة الرئيس سالم ربيع علي في 22 يونيو عام 1969 ميلادي، وقاد بنفسه حملات قمع واغتيالات واسعة في الجنوب عامة والعوالق خاصة، شملت فرسان القبائل والضباط والنشطاء والعلماء وحتى المواطنين العاديين، كما فقدت منطقة العوالق أكثر من 100 شهيد من أبنائها، ومن أبرزهم الشهيد السيد أحمد بن صالح الحداد والشيخ عمر بن أحمد بن صالح بن فريد والأمير مبارك بن صالح الديولي والأمير صالح بن عبد الله الديولي والأمير محمد بن عبد الله الديولي والمقدم عبد الله علي مجور. في عام 1971 ميلادية تفجرت الثورة من جديد في كور العوالق، وشارك فيها المئات من رجال العوالق العليا، واستمرت لمدة عام كامل، وقام بدعمها وتمويلها كل من الشيخ فريد بن محسن بن فريد ونجله الشيخ محمد فريد بن محسن والشيخ أحمد فريد الصريمة، وقادها في جبال العوالق العليا في كور العوالق كل من الشيخ صالح فريد بن محسن والمقدم أحمد صالح بن الأحمر والشيخ عوض حسين بن عشيم والشيخ مفوت بن سالم علي معور الربيزي. قلت ما قلته ولا بيخوف من هذا، وذي عولقي راسي قوي ينطح شوامخ عاليات، عزوتي شمخ جبال الكور دايم معتلية، من حرت في يوم للظالم ذممها نايفات، حلها غلمان لاج الموت أو دلادلية، تحسب ان الموت بين نيابها سكر النبات. وفي نفس العام 1971 قاد جبهة ترمذ كل من الشيخ فريد بن أبو بكر بن فريد والشيخ عبد الله عبد ربة بن قلبع، وبدعم من رابطة الجنوب العربي. وفي حرب الأجنحة الماركسية وصراعها على السلطة، تفجرت أحداث 13 يناير عام 1986 في عدن، وكانت النتائج كارثية، وسقط فيها أكثر من 10,000 قتيل، منهم مجموعة كبيرة من أبناء العوالق.
العوالق والوحدة اليمنية. ساهم أبناء العوالق مع أبناء وطنهم في الجنوب والشمال وأيدوا قيام الوحدة اليمنية عام 1990، وشارك العديد من الرجال البارزين في بنائها وتأسيسها. وفي العام 1994 وعندما شنت الحرب على ألوية الجنوب المتمركزة في الشمال، قامت الحرب بين الشطرين وانقسم العوالق إلى قسمين: قسم يؤيد شن الحرب ضد الجنوب وتأييد الوحدة، قسم معارض للحرب ويؤيد الانفصال. تباينت المواقف والمصالح والأهداف، واختلفت الرؤى بين أبناء اليمن قاطبة والعوالق خاصة. ففي جانب الوحدة قاد العديد من الضباط العوالق والشخصيات القبلية الحرب على الجنوب، ومنهم الوزير أحمد مساعد حسين العولقي وعشرات الضباط وزعماء القبائل. وعارض الوحدة وأيد الانفصال السيد عبد الرحمن الجفري والشيخ أحمد فريد الصريمة والشيخ محسن محمد أبو بكر بن فريد والشيخ عوض حسين بن عشيم والعديد من الضباط وشيوخ القبائل والعديد من قادة الجنوب بسائر الطيف المختلفة. وانتهت الحرب بتدمير الجنوب ودولته ومؤسساته في تلك الحرب الظالمة. وحل الظلم محل العدل، والبطش محل العفو، واستبيحت أراضي وممتلكاتي وثرواتي بل وكرامة أبناء الجنوب من قبل أدعياء الوحدة والمتنفذين. ومنذ العام 1994 وحتى اليوم لا زلنا نعيش حالة من التفكك والانقسام والتشرذم، وماتت الوحدة في نفوس أبناء الشعب الواحد وذبحت من الوريد إلى الوريد، لأنها استباحت موارد البلاد والعباد وأصبحت حكرا على المتنفذين في صنعاء، وأصبحت البلاد شمالا وجنوبا مزرعة خاصة لهم. ما كنت أعيش بأرض أخرى أو بلاد غير شبوة، قولوا لكل قايد إذا القوة تخلت يا زعيم، وشفت كل واحد تنحى عن ميادين الفتوة، نادي بصوتك للعوالق يردع السيل الهميم، لأن العوالق هم رجاجيل الشهامة والحموة. العوالق اليوم إن قبائل العوالق التي اشتهرت في تاريخها بالفروسية والحروب القبلية أثناء العهد القبلي القديم ومقاومتها ضد الاستعمار البريطاني، ثم صدامها المتواصل مع النظام الشمولي القمعي في الجنوب وحتى سقوطه عام 1994، فإن ذلك لا يعني أن منطقة العوالق تفرق المحاربين وتصدر الحروب، بل برز المبدعون من أبنائها في سائر مجالات الحياة، ومنهم أساتذة في الجامعات وأطباء ومهندسون، وفي مجال البنوك والإدارة وسائر العلوم الأخرى، وتبوأ العشرات منهم مناصب رفيعة في اليمن ودول الخليج. إن الهدف من قراءة التاريخ هو أن نأخذ العبرة والعظات من المشكلات والأحداث التي واجهتنا،
وجابهت أسلافنا في عصرهم. كما أن سرد الأحداث التاريخية ليس تتويجا لبطولة أو الرفع من شأن قبيلة أو التقليل من شأن أخرى، ولكن الهدف هو تقييم محطات تاريخية كانت حافلة بالقهر والحروب والمعاناة. ونحن لا ندعو للمناطقية والقبلية، ولكننا أردنا تسليط الضوء عن حالة تماثلها حالات في ربوع اليمن لدى القبائل الأخرى، لعلنا نتعظ منها خاصة. والقبائل بصورة عامة يتم تجاوزها اليوم من قبل الأحزاب السياسية والمتنفذين والميليشيات التابعة لها، رغم أن القبائل اليمنية كانت وستظل منبع للقيم العربية الأصيلة ومهدا للشجاعة والفروسية والحكمة والإيمان والحاضنة الوطنية لكل الثورات اليمنية. كما أننا اليوم في اليمن نقف أمام تجربتين للحكم، واحدة في الجنوب مارسها الحزب الاشتراكي الماركسي، وأخرى في الشمال بعد الوحدة سيطر فيها المتنفذون. وقد تسببت التجربتان في تدمير اليمن، ولا زال يكتوي بنيرانها حتى اليوم. وهذه ليست دعوة لمحاكمة التجربتين، بل لأخذ العظات والعبر عن كل ما مر بشعبنا من قمع وتسلط وقهر ومعاناة. فاليمن مثقل بالجراح منذ 5 عقود، ويحتاج لقدر من الحرية والتسامح والبذل والعطاء وإنكار الذات ومساحة الوطن وقلبه وخيراته تكفي أبناءه جميعا. وعلينا إسقاط كل ممارسات الإقصاء والإلغاء والتهميش. وسيذكر التاريخ أن العوالق كانوا ولا زالوا رجال المهمات الصعبة، ومن الصعب تجاوزهم، وسيكونوا في قلب الأحداث، وهم اليوم إلى جانب إخوانهم من قبائل اليمن الأخرى يتطلعون جميعا لبناء اليمن السعيد.